الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فننادي جميع أهلنا المسلمين في ماليزيا رجالا ونساء وشبابا وأطفالا ننادي فيهم نخوتهم الإسلامية وننادي فيهم أخوتهم الصادقة وننادي فيهم همتهم العالية لإغاثة كل المظلومين المسلمين في كل الأرض ونقول لهم لا تنسوا إخواننا في سوريا لا تنسوا أهلنا الذين يعيشون ويلات النظام الدموي في سوريا لا تنسوا الرجال والنساء والأطفال لا تنسوا الجرحى والأيتام والأرامل لا تنسوا اللاجئين والمشردين تحت الخيام على حدود تركيا وإيران والعراق لا تنسوهم جميعا فهم إخواننا أمهاتهم أمهاتنا بناتهم بناتنا أبناؤهم أبناؤنا يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام من بات ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم لن نكون من المسلمين إذا لم نتعاون لإغاثة جياعهم وعلاج مرضاهم لن نكون من المسلمين إذا لم نتكاتف في كل الأرض كأمة مسلمة حتى تنتصر الثورة السورية قريبا بإذن الله وحتى يزول النظام الباطني الجزار الدموي نظام الإرهابي بشار لن نكون من المسلمين حتى يتكاتف صوتنا في صوت واحد وحتى يتحد صفنا في صف واحد وفي كلمة واحدة لنصرة هذه الثورة السورية التي تشرف كل الدنيا تشرف كل الدنيا بأبطالها تشرف كل الدنيا بشهدائها تشرف كل الدنيا بتحديها لرصاص هذا النظام الباطني ولدباباته ولطائراته ولأسلحته الفتاكة يا أهلنا في ماليزيا إننا ننادي فيكم نخوتكم الآن فلا تترددوا ولا تتأخروا إننا ننادي فيكم هذه النخوة لأننا نعتبر أن الثورة السورية هي مقدمة هامة جدا لتحرير فلسطين إننا نؤمن إيمانا قويا يزداد يوما بعد يوم أن تحرير دمشق من النظام الباطني آل الأسد هو مقدمة ضرورية لتحرير القدس الشريف وإن تحرير الجامع الأموي في دمشق هو مقدمة ضرورية لتحرير المسجد الأقصى المبارك لذلك كلنا مع الثورة السورية كلنا مع جيشها الحر كلنا مع أبطالها البواسل كلنا مع الصابرين فيها الذين باتوا يعيشون فوق كل أرض وتحت كل سماء لقد تنازلوا عما كانوا يعيشون فيه من رغد العيش ومن الأموال الكثيرة ومن حياة رفاهية عالية تنازلوا عن كل ذلك لماذا؟ من أجل كرامتهم من أجل استقلالهم من أجل عزتهم التي هي مقدمة لاستقلالنا لكرامتنا لعزتنا جميعا فيا أهلنا حرام علينا أن نتفرج عليهم من بعيد حرام علينا أن نقف صامتين على مآسيهم وآلامهم ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا الساكت عن الحق شيطان أخرس ها هي حملة شجاعة قوية مباركة بدأت تستعد لتنطلق من ماليزيا حملة طبية بدأت تستعد لتنطلق إلى هناك إلى أنين الجرحى إلى أنين المعذبين إلى الذين لا يزال الرصاص في أجسادهم ولا يجدون من يعالجهم إلى الجرحى الذين لا تزال تنزف جراحهم دما إلى الجرحى الذين لا تزال عظامهم مكسورة ولا يجدون من يسعفهم نناديكم ونقول لكم أمدوا هذه الحملة حملة
إغاثة طبية إلى أهلنا في سوريا. أمدوها يا أهلنا في ماليزيا بكرمكم، أمدوها بإذن الله بما يفتح الله عليكم من مالكم الحلال ومن عطائكم الكريم ومن همتكم العالية. فنحن أمة الإسلام، جسد واحد، إذا اشتكى منا عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا جزء من جسدنا في سوريا تألم، فلنتداعى له كي نغيثه إن شاء الله من كل أرجاء الأرض بإذن الله. وإننا لموقنون بإذن الله أنها أيام لن تطول، وسيسقط هذا النظام الإرهابي، وسيعود أهلنا في سوريا من خيامهم إلى بيوتهم، وسيدخل دمشق منتصرين مكبرين يرددون جاء الحق وزهق الباطل، إن نظام آل الأسد الباطني كان زهوقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.